الاول ما نسوي هذا ما نسوي رياكشن ما نسوي هذا رياكشن. معناته جماعه ما حنسوي اي رياكشن. اي رياكشن تعتبر خوف. كل مره اطلع في القناه هذا الفيديو لازم مثل يكون صرتوا حتشوف فيديوهات مخيفه مثل اللي هلا شفنا. هذا يمكن اللقطه الوحيده اللي حتكون فن ما بتخوف بالفيديو. اوه ماك مبروك ان شاء الله خلال كم شهر راح يكون تبع المليون. والله رضا فكرك انا قاعد منغمس جيني وانا وين انا مو منغمس كمان سو محسوبه صراحه تحت اعطيه فلوس هذا 100 درهم انا اعطيها عشان صراحه والله ولا شم ريحتها بس ماشي هاي 200